السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الأعزاء في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم مع الدرس الثاني من سلسلة دروس قواعد اللغة التركية. هذا الدرس يحمل عنوان هيجالار، يعني المقاطع الصوتية أو المقاطع اللفظية، وسوف نتعلم في هذا الدرس طريقة تهجئة الكلمات التركية ولفظها بشكل صحيح. والدرس عموما مطلوب في الصفوف الأول والثاني والثالث والرابع الابتدائية، وبناء عليه طبعا يجب على جميع الطلاب أن يكونوا على إلمام ومعرفة بهذا الموضوع المهم جدا. طيب، أول شيء تتكون كل كلمة تركية من مجموعة من المقاطع الصوتية، وكل مقطع صوتي يحتوي على حرف صوتي واحد فقط، وممكن أن يحتوي على حرف ساكن أو أكثر من حرف ساكن. إذا المقطع الصوتي يحتوي على حرف صوتي ويمكن أن يحتوي على حرف ساكن أو أكثر، ويقصد بالمقطع الصوتي حركة الفم حركة واحدة فقط أثناء نطق الكلمة كما سنلاحظ في المثال التالي. إذا أخذنا كلمة أربعة وأردنا أن نقوم بتقسيمها إلى مجموعة مقاطع صوتية، فنقوم بتقسيمها بهذا الشكل: آ حرف صوتي، را حرف ساكن وصوتي، با حرف ساكن وصوتي. ودائما نفصل بين المقاطع الصوتية بين الهجلار بهذه الشخطة القصيرة. إذا كيف نحن نلفظ الكلمة؟ نقطعها أرابا أرابا أرابا. طيب، قد يسأل سائل ويقول لماذا لم نقوم بتقسيمها بهذا الشكل، مثلا أر أب أ، لماذا لم نقسمها بهذا الشكل؟ القاعدة تقول إن المقاطع الصوتية التالية، يعني ما عدا المقطع الأول فقط، المقطع الأول ممكن أن يبدأ بحرف صوتي أو ساكن لا مشكلة حسب ما هو أول حرف بالكلمة. بقية المقاطع الصوتية كلها دائما تبدأ بحرف ساكن، يعني المقطع الصوتي الثاني يجب أن يبدأ بحرف ساكن وليس حرف صوتي. المقطع الصوتي الثالث يبدأ بحرف ساكن وليس صوتي، وهكذا جميع المقاطع الصوتية التالية تبدأ بحرف ساكن وليس حرف صوتي. إذا أول مقطع بحسب أول حرف من الكلمة، وما تبقى كله يجب أن يبدأ بحرف ساكن. فهذا التقسيم إذا تقسيم خاطئ، يجب أن نقسمها بهذا الشكل فقط. وأصغر مقطع صوتي في اللغة التركية يتكون من حرف صوتي واحد فقط وهو أو. أو هي بنفس الوقت كلمة ضمير الغائب هو، أو أيضا اسم إشارة ذاك للبعيد، عندما نقول ذاك الشيء البعيد نقول أو. فهذا الحرف هو بنفس الوقت يعبر عن كلمة، وبنفس الوقت هو كلمة تتكون من حرف صوتي واحد، أي من مقطع صوتي واحد. إذا هذا تكهجة، يعني مقطع صوتي واحد. طيب، هناك مجموعة من الكلمات التي تتكون من حرف صوتي واحد مع حرف ساكن، أو مع حرفين ساكنين، أو مع ثلاثة أحرف كحد أقصى. إذا أطول مقطع صوتي باللغة التركية يتكون من أربعة أحرف، واحد صوتي وثلاثة ساكنين. طيب، لنأخذ مجموعة من الأمثلة. لدينا هنا كما نلاحظ مجموعة من الكلمات التي تتكون من حرف صوتي واحد وحرف ساكن واحد، هذا تكهجة، يعني مقطع صوتي واحد، اللي هي أت الحصان، أتش افتح، أص علق، بو شو أدوات الإشارة هذا وذاك، إب حبل، وني اللي هو أداة الاستفهام ماذا يعني. هذه كلها كما نلاحظ تتكون من حرف صوتي وحرف ساكن، ممكن أن تبدأ الكلمة بحرف صوتي أو بحرف ساكن، وبالحالتين هذه الكلمة لا يمكن تقسيمها أبدا، هي عبارة عن مقطع صوتي واحد فقط. أيضا هنا نلاحظ في الكلمات التالية لدينا حرفين ساكنين مع حرف صوتي واحد، ونتذكر دائما لا يجب أن يحتوي المقطع الصوتي إلا على حرف صوتي واحد فقط: باص اضغط يعني، أو طاش حجر، قاس عضل، نار رمان، دار ضيق. هذه كلها
هي كلمات مكونة من حرفين ساكنين مثل دي وري مثلا مع حرف صوتي اللي هو الآ. أيضا هنا ني وري مع حرف صوتي اللي هو الآ. طيب لدينا كلمات تك يعني مفرد، وبيك يعني كثير، إلك الأول، سون الأخير. أيضا كلمات تتكون من مقطع صوتي واحد، هذا المقطع الصوتي الواحد هو عبارة عن حرف صوتي واحد مع حرفين ساكنين. فار ويوك أيضا نفس الشيء، يوجد ولا يوجد، هذه أيضا هي مقطع صوتي واحد. عندما نقول مقطع صوتي واحد يعني لا نستطيع تقسيم هذه الكلمة أبدا. الضمائر الشخصية بان سان بيز سيز أيضا نفس الموضوع بالضبط، هي مقطع صوتي واحد فيها حرف صوتي واحد كما نلاحظ. وأيضا أطول مقطع صوتي هو في هذه الأمثلة دارس، هي عبارة عن حرف صوتي مع ثلاثة أحرف ساكنة دارت. الهم أو المرض أيضا حرف صوتي واحد مع ثلاثة أحرف ساكنة ديرت. الأربعة حرف صوتي مع ثلاثة أحرف ساكنة كورت. الذئب حرف صوتي أو مع ثلاثة أحرف ساكنة مارت، شهر آذار يعني، أيضا حرف صوتي مع ثلاثة أحرف ساكنة كيرك. الأربعين حرف صوتي واحد اللي هو أ مع ثلاثة أحرف ساكنة. ودوست اللي هي الصديق أيضا حرف أو صوتي وثلاثة أحرف ساكنة. إذا كل هذه الكلمات التي رأيناها في هذه الصفحة لا تقسم أبدا، هي عبارة عن مقطع واحد فقط. طيب ممكن أن تتكون الكلمة من مقطعين صوتيين أو أكثر، لنأخذ بعض الأمثلة عن كلمات تتكون من مقطعين صوتيين. لدينا مثلا كلمة بابا، كما نلاحظ بابا فيها حرفين صوتيين آه مكرر مرتين، فنقوم بتقسيمها بهذا الشكل با 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 با. أيضا أني أني نقوم بتقسيمها بهذا الشكل كي دي كي دي كي دي القطة، أيضا نقوم بتقسيمها بهذا الشكل ماسا الطاولة ما سا ما سا. أشك الضوء أ شك أ شك. لماذا لم نقل أش أك؟ لأني كما قلنا منذ قليل لا يجب أن يبدأ المقطع الصوتي الثاني بحرف صوتي وإنما بحرف ساكن اللي هو الش، فنترك الأ لوحدها والشك كلها مقطع صوتي لأني لا يوجد فيها إلا حرف صوتي واحد. أيضا دفتر، نلاحظ هنا بكلمة دفتر في عنا حرفين ساكنين خلف بعض مباشرة اللي هن الف والت، فهذين الحرفين الساكنين نفصلهم عن بعض، الف يلتحق بالحرف الصوتي اللي قبله والت يلتحق بالحرف الصوتي اللي بعده. دفتر دفتر تار. لا نستطيع أن نقول دا فت ار، لا لا نستطيع أن نقول بهذا الشكل، لأن إذا قلنا فت معناته نحن أضفنا هنا حرف إضافي اللي هو أ فت، فلا نستطيع أن نقول إلا داف تار داف تار. أيضا كلمة سوزجوك اللي هي الكلمة يعني نفس الشيء بالضبط، عندنا حرفين ساكنين خلف بعضهم البعض نفصلهم عن بعضهم البعض، الزي نلحقه بالحرف الصوتي السابق، الجي نلحقه بالحرف الصوتي اللاحق، فتصبح تقسيم الكلمة بهذا الشكل سوز جوك سوز جوك سوز جوك. أيضا الكلمات اللي أصلها أجنبي نفس الموضوع بالضبط، مثلا لدينا كلمة سوربريز اللي هي المفاجأة يعني، فعنا كما نلاحظ حرفين صوتيين بكل الكلمة، لذلك نقسمها إلى مقطعين صوتيين سرب ريز سرب ريز. أيضا هنا نركز على ملاحظة مهمة جدا، إذا كان لدي ثلاثة أحرف ساكنة متتالية كما نلاحظ ري بي ري، فأول اثنين يلتحق مع الحرف الصوتي السابق
والثالث يلتحق مع الحرف الصوتي اللاحق بهذا الشكل سرب، يعني الري والبي نلحقهم بالمقطع الصوتي الأول، والري الأخيرة نلحقها بالمقطع الصوتي الثاني، وهكذا. طيب نأخذ بعض الكلمات التي تتكون من 3 مقاطع صوتية أو أكثر، مثل كلمة جوجو كلوك الطفولة، جوجو كلوك، جو جوك لوك. كما نلاحظ في عندنا 3 أحرف صوتية هنا، لذلك مضطرين أن نقسمها إلى 3 مقاطع صوتية. في كل مقطع صوتي يوجد لدينا حرف صوتي جو جوك لوك، وبنفس الوقت لا ننسى أن يبدأ المقطع الصوتي بحرف ساكن، والحرف الصوتي يكون في المنتصف جو جوك لوك الطفولة. أيضا ساندالية الكرسي، نقول ساندالية ساندالية. بنجرة النافذة، بنجرة بنجرة النافذة. بالقصير كما نلاحظ هذه الكلمة أطول قليلا، فيها 4 أحرف صوتية، لذلك نقسمها إلى 4 مقاطع صوتية. بالقصير 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 الحاسوب. استيوروم استيوروم يعني أريد، نقول استيوروم، عندي 4 أحرف صوتية لذلك نقسمها إلى 4 مقاطع صوتية. استيوروم، مع مراعاة دائما أن تبدأ المقاطع الصوتية التالية بحرف ساكن حرف ساكن حرف ساكن، فقط أول واحد ممكن أن يبدأ بحرف صوتي. كولانيورسون يعني أنت تستخدم، نلاحظ هنا لدينا 5 أحرف صوتية بهذه الكلمة، لذلك قسمناها إلى 5 مقاطع صوتية. كولانيورسون كولانيورسون كولانيورسون. أيضا ديشتريورم ديشتريورم يعني أنا أغير، لدينا هنا 6 أحرف صوتية، لذلك قمنا بتقسيم الكلمة إلى 6 مقاطع. ديشتريورم ديشتريورم ديشتريورم. هذا التقسيم يساعدنا بتهجئة الكلمات، وخصوصا للأطفال الذين يتعلموا اللغة حديثا يقومون بتهجئة الكلمة بهذا الشكل من أجل تسهيل اللفظ. وإذا دققنا بجميع الكلمات التالية نلاحظ أن المقطع الصوتي الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس إلى آخره كلها تبدأ بأحرف ساكنة، لا يجوز أن تبدأ بأحرف صوتية، فقط المقطع الصوتي الأول إذا كان عندي هنا أول حرف صوتي ممكن أن يبدأ المقطع الصوتي بحرف صوتي، أما البقية فكلها تبدأ بأحرف ساكنة. إذا هذه القاعدة دائما إذا ركزنا عليها نستطيع أن نقسم أي كلمة ممكن أن تأتينا. طيب ملاحظة أخيرة، إذا كان لدي نص بهذا الشكل بعض الكلمات لا تتسع، ونضطر أن نكتب نصفها في الأعلى ونصفها في الأسفل، فلذلك يجب أن نقسم الكلمة عند نهاية المقطع الصوتي، يعني لا نستطيع أن نضع هنا حرف ج فقط ونكمل الكلمة بالسطر الثاني. نضع جيت اللي هي مقطع صوتي كامل فيه حرف صوتي، ثم نضع شخطة قصيرة ونضع المقطع الصوتي الثاني في السطر التالي. إذا جيت نقول جيت تي جيت تي. أيضا هنا لدينا كلمة هافوز لم تتسع معي بالسطر، فكتبت ها اللي هو مقطع صوتي كامل، والمقطع الصوتي الثاني كتبته في السطر التالي مع وضع شخط قصيرة بهذا الشكل هافوز. أما إذا كان لدي كلمة تبدأ بحرف صوتي أو تنتهي بحرف صوتي فلا يجوز أن أضع مقطع صوتي واحد هنا بهذا الشكل، عندي كلمة أونجاك لارندان فلا يجوز أن نضع أو لوحدها هنا وبقية الكلمة في السطر التالي، هذا يعتبر خطأ. نكتب أويون وفي السطر التالي نكتب جاك لارندان.
إذا حرف صوتي واحد لا يجوز أن نقسمه في نهاية السطر، وإنما نكمل على الأقل مقطعين صوتيين وثم نكمل الكلمة في السطر التالي وهكذا. إذا هذا هو درسنا، درس بسيط جدا، وهو كما قلنا للمرحلة الابتدائية بشكل خاص. أرجو من الله أن يكون هذا الدرس مفيدا لكم، ونلتقي مع درس قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.